تعرف عليك؟ رضوان عبد الله، طالب طب بشري سنة ثانية جامعة. وائل الصنعاني، مهندس كمبيوترات. مهدي أحمد رسام، مغترب يمني. عباس السند. علي باشنيني، مندوب مبيعات. طب النهارده انتم معتصمين بقالكم كم يوم؟ احنا بقالنا من يوم 24/10 معتصمين هنا امام مقر جامعه الدول العربيه. المطالب بتاعتكم ايه؟ تطلبوا من الجامعه العربيه معتصمين ليه؟ احنا معتصمين من فتره، من يوم 24/10 كان المطلب الاول تعليق عضويه اليمن، كمان نطالب بتدخل الطارئ، لان الان اصبحت اليمن في حاله ازمه من كل ما تعنيه الكلمه، ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه. الان اليمن تعتبر في تحت حصار تحت النظام علي عبد الله صالح. كمان نطالب بايقاف عمل السفاره، لان السفاره لليوم ما زالت اليوم تعمل بشكل رسمي وكان شيء لم يكن في اليمن. نطالب بتدخل اقل شيء معونات يعني طبية، لأن الوضع صعب جدا في اليمن، ما أحد يقدر يعمل أي شيء. معنا مطالب كثيرة. هل يوجد في اتصال بينكم وبين جامعة الدول العربية؟ والله إحنا قدمنا رسالة قدمنا من فترة، لكن خلال من قبل أسبوعين، لكن إلى اليوم ما في أي رد للرسالة اللي قدمناها. ما فيش وفد قابل السيد نبيل العربي؟ كنا عايزين نقابل، لكن قدمنا رسالة ما قدرنا نقابله، على أساس إن شباب مستقلين تماما. دخلنا مع 3 طلاب، قدمنا كتبنا رسالة فيها المطالبات اللي كلمتك عنها، فيها مطالبات أكثر، لكن إلى اليوم ما في حد عبرنا وحد كلمنا إلى اليوم. الشعب اليمني في القاهرة، هل أنتم مجتمعون في يعني لكم ممثلين؟ معنا ممثلين كثيرة، يعني عاملين لجنة تنسيقية، عاملين بينكم وبين بيضاكم في القاهرة، متفقين على أشياء معينة؟ هو اصلا العمل هذا من جراء الجرائم اللي ارتكبت في اليمن بطريقه بشعه، خرج الشباب بشكل عشوائي او غير مرتب، لكن الان حصل في ترتيب وفي تجميع. اجتمعنا هنا، عملنا خيمه، نصبنا خيمه، معتصمين، حددنا مطالب، قدمنا مطالب، منسقين، يعني شباب متعلم واعي، قدرنا نترك لكل واحد اعمال ونقدر نتواصل عن خلال هذا الشيء. يوجد في اتصال بينكم وبين الشعب اليمني في اليمن؟ معنا اتصال بيننا من الشعب اليمني. أنتم متابعون الأحداث؟ متابع الأحداث، واليوم آخر الأحداث كانت 18 قتيل إلى الآن، منهم 3 بنات وأطفال وإصابات يعني بالغة، وفي جرحى كمان إلى الآن 18 قتلة، لسه متواصلين معهم الآن. عين الأخبارية متواصلين مع شبكة، كمان مع سبب التغيير في صنعاء، مساحة التغيير في صنعاء، متواصلين مع الجميع. شكرا.